من خلق فرزق، وألهم فأمطر، وابتدع فشرع، وعلى فارتفع، وقدر فأحسن، وصور فأتقن، واحتج فأبلغ، وأنعم وأسبغ، وأعطى فأجزل، ومنح فأفضل. حمدا لك وألف حمد. والصلاة عليك يا أبا القاسم نبي الرحمة ومنقذ الأمة وسيد ولد آدم، علة الكون وسر الوجود ونور الأرض والسماوات العلى، وقطب مدار الفلك ومهبط الوحي والملك، وعلى أهل بيتك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور علي محمد الحسين الأديب، تعقد الكلية الإسلامية الجامعة في محافظة بابل مؤتمرها العلمي السابع، وتحت شعار الرسول الأكرم سيرة فكر وسلام. أرحب كل الترحيب بالسادة الأجلاء، الضيوف الأكارم، الأساتذة، الألقاب العلمية، الشخصيات، الطلبة. أهلاً بكم في رحاب أرض العطاء بابل الفيحاء. تلاوة عطرة هي خير ما نفتتح به مؤتمرنا بصوت القارئ حيدر الحجار. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا وسبحوه بكرة
ومن أمل كبير شع حقلي. إليك الخلق يحتشدون نخلا، وأكثر بهجتي حشدت نخلي. يلم الدهر أحزاني ويسعى، فتنتشر المحبة وهي بذلي. وحين تشدني الأيام صبرا، أراك قريب ذاكرتي وقبلي. لمنتظرين شئت تكون عزا، إذا ما الناس من ذل لذلي. وصاحب كل عصر أنت تسمو، لتملأ كل قول كل فعلي. أيها الحضور، الكلمة الآن للجنة العلمية للمؤتمر. يتفضل رئيس اللجنة العلمية الأستاذ الدكتور حسن الحكيم، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، الأساتذة الأفاضل، الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمساع حثيثة من العلامة المجاهد السيد صدر الدين القطبانشي الراعي لهذا المؤتمر، وبجهود حثيثة من الأستاذ الدكتور عمار السلامي والأستاذ الدكتور حيدر القريشي. الواقع نحن أيها السادة بحاجة أن نلقي الضوء على الشخصية المحمدية الشريفة، وبحاجة أيضا إلى عقد مثل هذه المؤتمرات لرد الشبهات المحيطة بهذه الشخصية، لا سيما في تراثنا الإسلامي. وأقول إننا الأولى بنا أن نهذب التراث، لأن هذا التراث كتب في عهد السلطة الحاكمة، وحينما يكتب بما توحي السلطة لا بد وأن يكون هناك خلل بكثير من النصوص اللاعقلانية الموضوعة. كان علينا أن نغربل هذا التراث قبل أن يستغل من قبل العناصر الأخرى. أيها السادة، لا تكونوا أنتم في غيبة حينما يكتب سليمان رشدي كتابا، أو يكون هناك فيلم معين. من أين جاء سليمان رشدي بهذه النصوص؟ ومن أين جاء هذا الفيلم بهذه النصوص؟ إنها نصوص تراثنا، ولو كنا قد وضعنا النقاط على الحروف بالشكل الكامل ودرسنا السيرة النبوية دراسة تمحيصية جيدة وفصلنا الموضوع عن الصحيح لما تكالب هؤلاء على تراثنا أبدا. فإذن نحن نتحمل المسؤولية الأولى، وحري بالجامعات الإسلامية والجامعة الإسلامية بالذات في النجف الأشرف والحلة والديوانية أن تأخذ على عاتقها هذه المسؤولية، لأننا نمتلك أيها السادة نمتلك الفكر كما نمتلك المصادر، ونمتلك كل شيء فيما أردنا لو أردنا أن نكتب. ويمكن أن يكون لطلبة الدراسات العليا النصيب الأكبر في دراسة هذه المواضيع على الصعيدين الماجستير والدكتوراه.
وكثير من الدراسات الاستشراقية أيها السادة أيضاً معنية بهذا الجانب، لأن هؤلاء القسم، لا أقول جميعاً، القسم هم يأخذون الضعيف ويبنون عليه ويعطون نتائج معينة. هذه هي المسؤولية اليوم بعقد هذه المؤتمرات الرائعة الجميلة، وفي هذا الظرف بالذات نحن اليوم بحاجة إلى مؤسسة، بحاجة إلى دراسات رصينة، بحاجة إلى أن يكون لدينا القدرة على المجابهة هنا، أن تكون المجابهة أيها السادة عن طريق المناظرات. والفكر الإسلامي لم يصل إلى مرتبة من الرقي ومن الازدهار إلا عن طريق المناظرات. المناظرات هي التي توصلنا، سواء اختلفنا أو اتفقنا، هي ظاهرة صحية يمكن أن نصل إلى النتائج المرجوة في هذا الجانب. نحن اليوم ندعو إلى عقد مؤتمرات تلم كل الجهات، هذه الجهات حتى وإن كانت متقاطعة معنا، ممكن أن نلم هذه الجهات حتى نصل إلى هذا الجانب. وأدعو الله عز وجل أن يلم، أن يأخذ بيد الباحثين والعاملين على عقد مثل هذه المؤتمرات، وأتمنى للباحثين الكرام وللأساتذة الأفاضل الموفقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبيناً يا عربياً به ازدهرت مدارك أرباب البيان الثواقبي. كلمة الضيوف للسيد صادق المحنة نائب محافظ بابل المحترم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بذكر الله، فإنه أفضل وأعز وأجل المذكورين، وأصلي على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وجميع عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العلي العظيم. أساتذتي جبال العلم الشامخة، ضيوف الكلية والمحافظة، كل من حضر في هذه القاعة، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأت في هذه الآية ونحن في رحاب هذه الكلية المباركة في أرض تحرك فيها حامل لواء التوحيد إبراهيم عليه السلام، في أرض غرس فيها إمامنا علي ابن أبي طالب عليه أفضل التسليم نبتة العلم إلى يوم الدين، لننهل منها كل ما ننهل فلا تنضب. الرسول الأعظم كان أفضل المتلقين من الله سبحانه وتعالى، نبينا الأكرم كان أفضل المعطين لنا، وهناك قاعدة: المتلقي الجيد لا بد أن يكون معطي جيد. نسأل الله بمحبة آل بيته الكرام أن نكون معطين جيدين لما متلقين جيدين لما أعطاه إيانا رسولنا الأعظم وتلقاه من الله سبحانه وتعالى.
إخواني، رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم له قلب مفعم بالحب، ومن أراد أن يتناول هذه الشخصية المباركة الكريمة التي أرست قواعد المحبة في كل العالم باء بالفشل، لا لأننا مدافعين جيدين عن شخصه الكريم، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الشخصية بكل قدسية أن يحميها بكل احترام. ومن أراد أن ينهش هذه الشخصية الطاهرة ويحاول أن يقوض البناء الذي بناه، ويحاول إلى الأسس ويقوضها ويهدمها، فقد فشل وخسأ بمعونة الله سبحانه وتعالى. أنا إذا أردت أن أوطر كلامي بكلام جميل في حضرة أساتذتي، ومن جالس في هذه القاعة له فضل شخصي علي كونه أستاذي، دعوني أغوص في عمق التاريخ لأغتنص حادثة بسيطة لنابليون عندما كان في إحدى جولاته في المدينة وشاهد رجلاً محدودب الظهر طاعن في السن، فنزل من عربته مهرولاً وبكل سرعة لينكب على يدي هذا الرجل ورجليه فيقبلها تقبيلاً كثيراً. استغرب من في هذا الموكب ومن حوله، وعندما رجع سأله الكثيرون عن هذا التصرف الغريب في نظرهم، والذي اقتنع اقتناعاً كلياً في تصرفه هذا فقال: إن هذا أستاذي، إن هذا من علمني، فإني عندما أقف بين يديكم وفي حضرتكم تخونني الكلمات، قد أكون عاجزاً فعذري لكم، ولكن دعوني أقول إن من كان قلبه مفعم بالحب قطعاً أن يكون فكره منيراً ليعطي ما يستطيع أن يتلقيه، وبقدر ما يستطيع أن يتلقيها من حضراتكم. أنا في هذا المحفل الكريم في محافظة بابل العزيزة، محافظة العلماء، محافظة الرسل والأنبياء، أعطت للعالم كثيراً. أول قانوناً إنسانياً في هذه المحافظة رأى النور ليبث كل الاستقرار إلى العالم هو من محافظتنا العزيزة. دعوني أن أقوله بكل فخر واعتزاز وبكل شكر وتقدير، لأشكر الله شكراً لا تملأه الأواني ولا يعرفه المتهجدون في الليل، شكراً قد عندما أقوله من لا يسمعه بتمعن لا يفهم ما أقول، ولكن من يسمعه بتمعن يعرف ماذا أقصد وإلى أين أريد أن أصل بكلماتي هذا. وإني أقف على منصة تحتضنني كطالب قبل أن أكون في أحد المراكز الوظيفية في هذه المحافظة بكل تواضع، هذه هي الجامعة الإسلامية، هذه هي جامعاتنا، أعطت الرسالة المنيرة والمضيئة إلى أن الإسلام إسلام حب، إلى أن الرسول الأعظم رسول حب ووفاء ومعطاء لكل الإنسانية. شكري وتقديري إلى هذه الكلية وعلى رأسها أساتذة الأفاضل، شكري وتقديري إلى كل الجامعات. نريد أن تكون هناك جامعات إلى جانب الجامعات الحكومية لنقول إننا معطينا ولنقول إننا مفكرين. حتى نقف على الطريق الصحيح يجب أن نفكر أولاً بكل احترام وبكل تواضع، أن نفكر بمستوى محافظة بابل. محافظة بابل تستحق منا العطاء، محافظة بابل تستحق منا التضحية. شكري وتقديري كثيراً، شكري وتقديري لأساتذتي، شكري وتقديري إلى عمادة الكلية التي سهرت وأعطت
في أسبوعين أكثر من مؤتمرًا علمي، المؤتمر السابع في هذه الجامعة المباركة، وفي محافظتنا العزيزة المؤتمر الثالث وفي محافظات أخرى. ما هذا العطاء الذي لا نستطيع أن نصفه كونه عطاء، بل إنه طريق علم، طريق إنارة، طريق محبة إلى أجيالنا وأبنائنا ليكون هناك تربية صحيحة. بلا الإسلام لا يوجد تربية صحيحة، بلا الإسلام لا توجد حياة صحيحة نقومها ونبنيها بأننا نهلنا وانهلت على مسامعنا عبارات جميلة في هذا المؤتمر وفي مؤتمراتنا السابقة، لنكون تربيتنا من مؤتمراتنا الإسلامية وردنا الأول وردنا الأمثل وردنا القيم على تخرصات من هنا وهناك من يريد النيل من رسولنا الأكرم بهذه الطريقة الحضارية بهذه الطريقة العلمية. شكري وتقديري وأسفي لإطالتي على مسامعكم الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.